بس ايه نوع الانيميا؟ دي عنده مايكروسيتيك هايبو كرونيك، يا اما عنده كرونيك دي، ده اهم السبب ليه؟ مايكروسيتيك في الحديد. كابتن مصطفى، بكميه مبتدئه بتاع البروتين. تعالى في فرصه ثانيه هتضيع فيها. احنا قلنا في الاستمر الحديد بيشتغل في الدايت ما بيوصفش التمارين. لان ما بيروحش. ولان هو كان ريسك واحنا عاوزين منه في جو الحديد وبيحاول يتصيد وطلب ما يكسبش. ندخل على الانتر في ثلاث خطوات مش كده. اول شرط عند الكيميكال بورنر قلنا بتاع الاكل بيتشال على الكارير ما يشيلش غير البايزيلر عشان كده حولناه للسرقينه اي معنى بس يبقى تحت كده بايزيلر مثل ترانسبورت. طب قلنا معظم الحديد بتاع الارض دي مش بذاك يا اما في سايكلينج لما بنكسر ارض الدين بنعيد استخدام الحديد فيها تاني. تعليم الهيموجلوبين عباره عن حاجتين، الهيموجلوبين ده بروتين بيبقى غير عادي، الارض دي معتدله مفيش موضوع. والهيم الهيم ده عباره عن رينج بروتوكوليرينج وصباع حديد بنستخدم الحديد والرينج بيتحول لميرون اللي هو بينزل في السور ويجيها للبر. المهم بقى اللي عاوز كارير تاني، مش نفس الكارير بتاع الحديد بتاع الاكل وهو بتاع الحديد بتاع الدين. ده عاوز بيبر كارير. طيب حط لي شرطه صغيره جنب في الفاير ريتش ازاي تحط شرطه تحت شرطه في الفاير جنبها عشان يبقى لنا صوره تحت الاعرابات وكل ده. يعني كده الاحمر عشان يبقى ثلاث شهور في البيت بنتكلم عن البوردر جوه الخليه الناحيه الثانيه. الحديد اللي حضرتك مش عاوزه هتحطه في الانتينوسايت في خلايا الجسم على بروتين اسمه كريتين. ويتصدق عليه بروتين على الحديد مفقود من العضله دي مفقود. ليه الحديد اللي شالته مش في البيت لانه بالنسبه لك ده بيحصل لها شيء يمكن تطلع فيها. وعليه لما جه سؤال ام سي يو لك قال لك الحديد من منظره ازاي؟ عن طريق الانتيك بس. مفيش اكسبريشن. الاهداف مش هتعرف تخلص. الميه بتنظرها بطريقتين. العطش ينظر الانتيك. والدول حجم الدول ينظر الحلم اكسبريشن. يبقى الميه تنظيف انتيك اند اكسبريشن. انا الحديد من الاول ما تاخدش رزق عظيم لان اي حاجه تاخدها مش هتعرف تعملها اكسكريشن هتدي هيموجيزم وتموتك. الحديد لا ينطبق عليه مثلا زيك وزيك خليج دي مهمه في الكتير قوي. الحديد بيربط عن طريق الانتيك وفي الكتير بيربط بالابر بارت مش بيربط بالتيك دي احنا ليه عشان دي اعرف حته دي تاني واكتب بروسس كل اللي هنجيله في البروسس من الحته اللي هو لازم يوم. طيب نيجي عند البوردر الثاني بقى زي هو البوردر في كارير ثاني دخله للدم. الدم بيشيله على ديكا دوري اسمه تشارل فري. مين فاكر ما يطلعش لو مش هتبقى اكثر من 100%؟ كان سايبها ابويا في الوقت اللي هو فوق تشارل فري دخل الطلق تبقى 35% تكريش. خطوه رابعه تخزن الحديد في جيبك في صورة فريتين. يبقى عندنا اثنين فريتين في الجسم. الفريتين اللي بيتكسر محتاج من الهواء دي مربوط، اما اللي في جيبك موجود من الهواء دي مربوط. طب ايه الفرق؟ ايه الاسباب اللي عرفت فيها؟ دي ايه سؤال؟ ثلاثة يا ضعف الانتيك يا ضعف الاندروجين او محتاج كتير. يعني نقص الانتيك. نقص الانتيك تاخدها بترتيب طب ليه؟ طبعا ده كل خالص. لا حديد ولا غيره. هو واحد احسن شيء بياكل ما بيحبش الحاجات دي يعني يبقى سوء تغذيه معظم يتهم. هتجيبوا قصه في بعض الشيء يقول لك الملاهي يسموها ملاهي ليه؟ ملاهي ايه؟ اللي هو ريحه المستقاه وقلت ان في كذا مكتب من دول مين اكثر انسكشوال ديزيز يحصل ارواح على الملاهي؟ هتلاقوا في يوم لو سموا أرض البعوض هل يصعد المستقعات الأول يحكوا إيه؟ وحش هناك عن المستقعات، هو افتكر راح
واحد كان بيشم هوا عيش في عيش بس ابو مال ايه ملاريا تعرف ايه عشان ياخد او كيف بس لانه لما مفهوش حليب طب بتنين ده الروش مفيش ايه بتعمل او دي جنة جديد ده هو طب جنة او دي حياة تراص من الحليب طيب ايه اللي موجود في العيش اللي لا يكيد فالراس بقى مش يوصل او بعد شيء عيب العيش بقى مش يوصل الراس دي كلها فرقين طرف الحليب فلما بتعمل دي بياخد حليب معاه او خبزية الروسيت اللي موجودة في المعنى والطواطم لو اخترت بشرب عصير المعنى او طواطم كتيرة بشكلها تقطع وتقدم ده كل ده عدد راس في الحليب انجليزي كوارد يا حاجة فيزيولوجيكال تاخدها في مراحل الحياة اول مرحلة او الحليب الجديد اللي بتاخد بسرعة الترابية تبقى تاني مرحلة اللي بتاخد بيروح ثم تاخد برضه الخلط عن طول طواطم الحليب شبه يحسبوا زي كل شهر أو كرونيك بلد إيه؟ طيب سؤال ثاني يقول لك كرون سكور بتاع الأرض في البلاد معانين كرون سكور يوم طب نستنى الكريم طبعا لا كان في سؤال قال لك تتكلم عن الكريم هو كرش وأسئلة صغيرة عن نقطة واحدة مش كده بتعينهم تاني مش عارفين احنا نقعد نعيش لما تعرفوا كلمة بنستنى الكريم كريتين الأرض in the port of the provision of aid, you won't only know why you are. You won't just reach the day of what you will set up in aid. In the exact aisle in body, I have absorbed humans in the world, it's not only one of the weakest, it was a result of it, it is the one of the weakest way in the world. Or wrong than that is, because it came to the world than wrong, and the wrong was that creates the end of بيتكلم واللي ما عيناش بيبوظ كمان البرين والهارت واللي ما عيناش بيزود البرين بيبوظ يعني بوظ الدايبيتس اشهر حاجتين فيه بيقول لك ده بوظ بتاع السكر لكن لو بيبوظ حاجات ثانيه هيجيب له الدكتور القلب والمخ والكبد عبد الناصر كان عامل بوظ بس يقول لك القرار من داخل البرين يقال ده دي الهوية بقى ده كونجيشن الجديد انهيرت قلنا الجينيات بتديه مين لانه قال لك يمكن شرح او كل شيء في مهمين فقر عنده ايه واحد فيجيله فقر في مين حتى لو ايه كوالبا اذا حامل اقول وقول له مش حامل فقر لكن لانه عشان تبقى فيها فقر يبقى يزيد هو فقر نادر عشان كده قلنا المفيدة مرض خاص بالولاد خاص بالإنسان في الساتوري 8 تسعة 11 12 في ثلاث مرض 8 9 11 12 ما فيش في مرض المفيدة 10 واحد 8 85% من الحياة المفيدة ترى مرض فاكتور 8 عشان كده سموا 8 أنتي مفيدة 8 لحد ما اكتشفوا ان الطفل عنده كريسمس بعد الوفية فتحبوا بعد الوفية بعد كروسمس فات وفاتوا على أشهر حاجة جدا مهمة لعام الانتراب لازم أقربوا بها لما عشر واحد من رأسنا تقلوا إزلوا عن طيب في عندي جاب في الإكسان الإكسان وإيه جاب مصاب البحر في إيه جاب الإكسان في الإكسان الجلبية إذا بنحط على الجازمة فيش إكسان إنت الحرب دي نقطة إكسان تحت البروسات من الضايلة أو في الحاجة الشيء في بيت أو تحت الكلام في المزاري طبعا الضايلة وهي كانت الكلام في جانا حطيت في بعد يموت على الفيجو إكسبير إذا ما ليه الاحتمالات الفارشة الضرب المصر وكان جبت الشبلان لأن حطيت تيربيت أكتبيرو يعادل كل الضايلة في تحتيه هنا المفيدة دي اللي بيكون فيها فقط
لان هو الدكتوريه. يبقى مين اللي هيبقى رئيس الدكتور دول؟ الاكتيفيتور فانكشن بروبلم بروسس ماشي هو الطريقة
بالظبط لكل بلد. لو عندك وقت احفظ الكلاش كورس في عندك وقت ولا حاضر تطلع بقى الجزء ده في اهم حاجه تحفظ صعب ثم تعرف تاني تحل جزء كبير جدا في الكتاب خطوه ثالثه تقرا الكلاش كورس ده في وقت خطوه رابعه تيجي بقى على اعتقد تيجي اربع مرات
يعني الديفكتيف ايه؟ لا انت بتمشي وما بتكتبش في الامتحان ده. لا ماشي، يعني دي تركب عليه، عشان كده انا مش جايبهم كلهم. بس كاتبها لك من اول سنين هتركب فيها، ما طبعاش ما عندكش تكتب، وفي كتابه قدوه تكتب بسهوله. انت هو مليون مره بقى. ما هو كيس وماشي وساعات كلمات واقل حاجه عايزه. دي كمية اللي انت رصت في الفلوس، لقيت الاكشن تنشن انا بحط ايه 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 وهكذا. دي كمية اللي انت رصت في الفلوس. Due to consumption of many coding tags. قلت لو طب خلصت الانفورميشن فاكتور بس انا لقيت لقيت الجملة اللي مكتوبة هنا ان من كثر الجلطات استهلكت البروتين فات فاتقل الموضوع من كوميشن الى بيلي. البولي جلايسيميا بتبقى عدد مهم كتير كتير. السبب هيتفوتك عشان في نقص يعني اللوكيميا مليك من بيجيب الوايت بلاد سيل. طب تيجي الاميونيتي بقى عليها كده قليله قوي. المارجنيشن هي عباره عن ايه؟ الوايت بلاد سيل بتسيك في الكابيلا تيمو تاكسي. بعد المارجنيشن هو خدش السؤال بتاع ده فوق الكليه. فده السؤال تمشي ولا باش المفروض منه. تتجه فيما تاكسي. عشان تلتهم، عشان تلتهم حاجة ميتة لنطاقها حاجة اكسنالتيشن اللي هي الاتاتشمنت فورم اورجانيزم تو فاجوسايتو. طيب الاد ميتيشن عبارة عن ايه؟ انتيجين انتيرال رياكشن ده لما كل ابليشن هي الكولد ريشن اوف فايبرنجن فايبر فجاتش من ده قرارات العملية بيسألوا ايه الفرق بين الميتيشن عبارة عن ايه؟ الكولديشن عبارة عن ايه؟ الكولد ريشن هي الكورد ميرشن فايبرنجيشن 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 الجزمنت اتاك الكونفليكت اكتيفيتي كونفليكت خلاص ذا كولست درايفز اوف ذات اني كونفليكت ده مش عندنا في الكتاب اني كونفليكت هي اللي بتاثر يعني الفرقه بتاعت اللايف ستايل احنا قلنا كونفليكت 25 واحد والرقم 5 بتبقى ده مش في النظر فانا قلت لكم والله هذه الانفوشن كده هم اللي جايبينها عشان في حاجات احنا اساسا ما قلناش في المره. مش قلت الانتي بادي يمسك كل الكونفلت فرقع. كونفلت الانتي بادي يمسك الار بي سي. اعملها ميثيليشن. طب مين يفرقعها ويطلع الحاجات اللي فيها في مصر؟ اي كونفلت من 25 واحد من رقم 5 رقم 6 دي ما لكش الكتاب اهو. والسي دي 4 دي هيلثر بيعرفينها انت كويس. سي دي 8 دي سايت بوكس. طب الار اتش انتي بادي اللي هو صغير بيعدي كده بيموت البيتا اللي هو الجي جي سايت طب وليه دي هو انتي بادي؟ اللي هو سايت الماكروفيت جا منين؟ من المونوسايت الانترفيرون ده بروتين تيجي من سيكل الفيروس اللي اتاك واي الفيروس اللي اتاك واي فيروس ده دول اللي رايح الحياه تمام؟ وانت تلاقي ما تقوليش ولا ايه؟ ده
ده الام كيو هتحفظ الجمله دي تماما وبعدين تروح هناك تكمل اسمها تكمل ساعه وتكون الرابعه لان ده مش هتحل الام كيو مش هتعمل زي ما انت الزملاء اللي يقعد يجيب الكتاب ويقول لي صح ولا غلط كده وبعد كده يحصل حل 20 سؤال انا بعمل كل الاسئله في ساعه ونص وهو عادي هتحس انك انت المانع نمرة هتدخل السيرف الجاي بإذن الله كل موضوع عليك هتشوف دلوقتي اليوم التقييم حلو يا شباب يا ابراهيم يا ابراهيم يا وليد كلهم نفس على البروتين، البروتين بنفس المعنى ده.
ابديت او ريفكت اللي انا بقولها في النص ده. لان في ما هو اكثر من ده الموجود كده لو قارن بيعطيك يعني في الكالوريز. بس عيبها اللي موجود جوه بره. يعني بقول لك ان الموتي بريشر بتاعت الجلد ده ايه؟ وقت الموتي بريشر بقى. كريستالويد ثم كريستالويد ثم كريستالويد ثم خمس ثلاث سببوا الكريستالويد. هنا من 28 بس بسبب الجلد ده. بس هو دي مشكلة. لان الخمس ثلاث دول جوه بره ملوش قيمة. خمس ثلاث بيشدوا حد كده وخمس ثلاث بيشدوا حد الناحية الثانية. يعني كده قوة رهيبة. الإفكت هو 28 تعتبر دي من ناحية الواقع. تمام؟ طيب يبقى انت اذا رجعت معايا ومشيت في النقطتين وجات كل الاسئله بره الاكسبكتنج بره كله بره الاكسبكتنج بره ميموري كويس بره ايس كونسنتريشن معاهم حته ان بالرغم انهم ميموري كويس هل بيعدوا نقطه الكيتي الكيتي الصحيه اللي صاروا في الالجوريزم؟ لا كان نوت افيري جود بتاع الالجوريزم فيل فار فري افيري نيميرال لو نزلوا رغم انهم شغالين يبقى كده اقل. ثاني حاجة البروبس ثلاث تجمع عشرة ميتة وجمع اللي بيجوا الجمع الجمع هم الأنت ايه؟ بروبس الميتة خدناها مرتين البروبس فاكتور أو ميتة بروبس ولسه قايلها سترونج ثيوري اللي بيشيل حريق ميتة بروبس. طب هو يا سيدي لما يبقى بروبس ايه؟ بقى اكبر واحد فيهم يبقى مسؤول عن ايه؟ الليمفوسي الليمفير بتاع الانسان مش بتاع المرض. وبتدي فايبر وجيب ولا بيدي فايبر يبقى ده بيعمل المرض. طيب هو اللي بيعمل الغلطه ولا مش موجود في السيره خلي بالك تحتيها لو في السيره. ثلاث اسئله فيها يعني. البوست بروبلم من اسمه بيعمل ايه؟ كوردينيشن فاكتورز نون سايفرج. الاربع عضلات دي جنر ده اي بي سي اي ابزوربشن اند كونزرفيشن. يمسك الهرمونات عشان ما يبقاش. بس يمسك الليبيد بعد الليبيد كبيره يا رب يمسك الليبيد. ليه كل الليبيد في جسمك معقول ادمان البروتين؟ عشان تبقى سلمي. ولا بالضبط في الدماغ الاوعيه يديك مفهوم شويه. دي بفر. قول لي البفر سيستم بتاع الدماغ دي اللي هي البروتينيك اسيد اللي موجوده في بطن الخلاص. قلت ان البروتينيك اسيد بتاعها محطوط بروتين بروسبيت كلهم عارفين
الماتش، اسكت عشان تطلع لعيب مش هخلص كده. قلت المدرسي مسؤول عن ثلاثة مش قصدي. مين مسؤول عن الدراسة بتاعت الكرسي الأرضي دي؟ ده سؤال جاي. لا. نص ما يفرقش. المدرسي مش على الدراسة عن لا أقول لك نص من السؤال بيجي نص دي غلط، بس لما قايل لك ليه غلط؟ فين الصح بتاعك؟ صح لو قال لك إنه مش عارف. ده سؤال ليه في الكريستيشن ما تجيش؟ مين حد الأرض دي اللي راجعة في الكتاب؟ رجعة في الكتاب أربع مراحل. لأن عندي الأنسجة بيدخل فيها أنت جوه الأرض دي، برايد ويستر دي. فجأة الأرض ما ينفع عندي الأرض دي. لأن سبب الوتر شيب بسبب الكلورايد شيب فيجر لازم تفصيل في انجازات الوشر في المكان. واحدة من أهم العمليات في كده. إليكتروفوريزيس أكثر حاجة بتزود أمراضي الكتيوب بسبب الإلكتروفوريزيس. إيه السؤال الثاني لو جابوا لك كيف؟ مرة سنين مرة انكريز ان راح يكون تبوز ذا في او 2 ان عشان انا نفس المعلومه اللي كتبت في الاسئله ايه اللي بيجي انكريز ميلي باي كي دي اللي كان ورا 10% ده هو اللي بيجيبوش. انا لو بفكرك ليه ايزي ميلي يجي صح لو كنت يبقى لو احط ما بين اقواس هذا يحتمل حاجتين او نط والعيال جت نط ويقول لك صح. لو بين اقواس ما فيهاش نط يبقى بشرح لك هي ما بتجيش بين اقواس فبشرح لك ليه ميلي ما يجيش صح هو في الفيروجن ليه في البلازما في الكوست بس يعني ليه مش في البلاد كمان؟ لأنه في الأهم من البلاد في الكوست اللي سمعنا عن الأرض دي خمسة مليون في كل بزنس والأرض دي أكبر من البلازما كل حاجة كده تخلي السائل مرور أصعب من ذلك. هي دي الأرض دي لما تاخد بلاد كمان أكبر من البلازما فمسؤول عن البلاد الكوست لكن بلاد ما تبقاش عاوز جديد. فمين مسؤول عن الشرطه مش عاوز جديد مسؤول هو اكبر حاجه فيها ولا فبريك. فبريك الارض بتاعت الانسان احد كتير اكبر من فبريك اللي اتشاف تحت الميكروسكوب او الشيء لما بنشوف الفبريك اللي تحت الميكروسكوب. الغيره هنا بقى مش زي الناس اللي كانت مكتوبه حلو يعني ايه اللي حصل بين السمك ايه اللي حصل بين الكتف ايه اللي حصل في الوقت اللي حصل فيه لا يمكن ان
ثلاث انواع نورمال نورمال لقيت اللي هو جابه تغيير دي جي ستدي ايه انت تورم نورمال لان مفيش نورمال كتير هو اكثر من مليون كتير الكونستراكشن هو يدي نورمال نورمال في سبب ثالث احنا بنقول اللي هو الاخر ان احنا لسه وفي ثلاث انواع صح يا اكيد يمرض يا اصابت يا اما الهرموني طب هاي بروبلمز ما بتشتغل يا كلامي نقص الحديث ومرض حديث ومرض حديث ومستهلكين هنا جاوب لا في مرض الايه؟ الحديث او مره ثانيه اقول لك مفيش نقص حديث يقول لك بسبب نقص الانتجرال مش بتاع الحديث ولا يعني نقص حديث بسبب ان العالم عنده كرونيك بلاد نقص ولا هي الاكل يعني واحد حديث طب ناكل سيدي كولد راي يا دي كويس صح يا كل الكلام صح كابتن صح في الناكل سيدي كولد راي ليه الناكل تبقى ليه دي مش خاصه ناكل لان الجين فور فاستر فوليوم كبير لكن الانتاج للفوليوم قليل فاهمين؟ ما تفرقش. الواحدة عندها كتير بس عندنا الواحدة دي عدد قليل فحجمهم مع بعض مع بعض ده قليل. تاني الفوليوم بتاع الواحدة أكبر من واحد لكن الفوليوم بتاعه المتابعين أقل لأن عنده قليل يعني الواحدة دي عنده عدد قليل دي بتطلع أكبر ولا جميل أكبر. أرض الجيل أرضها بلاد مانجر على اساس هتكون هل اكثر ولا اقل ولا نورمال؟
قلنا ايه قلت يبقى ما تجيش اصلا مش عشان بعيد عن لان لا تجي روكش من الرزق لا برضه لو هذا يعني بيقولوا الشيء ممكن يقدر يشيل بوكس كيف يدوز يقدر يشيل بوكس الملاذ كرام يقدر معدل الشيء روش الملاذ روش ما يكترش يشيل بوكس الفرق وعلى المرض يقولوا هذا سؤال ده مهم جدا ايه الحاجات اللي بتقلل قابلية الوجود الروش الخليج والنتيجة فكرة جدا بقى الناحية الثانية قلنا لو النتيجة أكل يرتك أربع عدد تغير الهوكو الملكي تقدر تسيبوش إيه دلائل النشاط الأربعة؟ Thank you.
لان مين اللي بيشيل الهيشن الاستاتيك التيشو الاستاتيك؟ يبقى يعني كان كل ده صح وكل ده غلط. لما تقول لك رو يبقى تقول لك اختار مين اللي غلط. انت الاول هتبقى عارف ايه اللي غلط، ده ما لهاش دعوه بالاستاتيك. برضه الهيشن الفاينل رياكشن انفورميشن اوف ذا بروتيك اللي هو ايه؟ انا اقول ايه في الخطوه ان الترامب يحاول برنامج فيها فهي كده ايه which is followed by polymerization of fiber monomer يعني فايل الاول يبقى قطعه فريق واحد فانا هنسوق يعني ايه قطعه monomer يعني نضفره polymerization في الصوم ده بيتاكل في الفقر اللي هو وقت النوم 13 الاكسترنتك فاكره يجري تسويق فين تعمل لي اكسبرس اكسبرس بنحتاج لحاجه بره الناس اللي هي ايه؟ بالظبط حاجه من التيشو اللي عمل الكفر تيشو؟ بالظبط انا بسيط مين البطوله المطلقه اللي تحته ايه؟ تحته السبعة يبقى مين البوستين فاكتور؟ سبعة برغم ان السبع اكسبرنسك بس مش عارف مش خسرانه برضه تعال بقى الانترنت ليه سموها انترنت؟ لان يحتاج كل حاجه جوه الجامعه الضغط الجزئية الكويشن يبقى كل حاجة كويشن بطولة جماعية من 10 و 10 مين معايا؟ طب انا جيت معاك 11 12 تمام؟ دي بقى يستخدم السنسايد والايد سايد معناها اسمها الانترنت مين بيقوم مقام كل الايه؟ النيجاتيف تشارج بتاعت الوتا والكيرتينس والكيرتين الكيرتين لما بحط لما بحط مجهولة على طول ده عليها نيجاتيف شو عايزين نتكلم عن أو من الجروب اللي يجيب كونفليكس. عشان أقول لكم، أو من الجروب اللي يجيب كونفليكس.
حافظ على الوجود اليوم ما تاكلش فات كتير عشان الحيوانات تتكون شويه وتبوظ التزمين. مين اللي حاول يستزرق التزمين؟ في ايه يستزرقون الحكاميه؟ بس عنده اليونيفورم، مين اللي يشيل اليونيفورم بتاعه؟ بروتين سي او اس. طب مين بيعمل بروتين سي هذول الشاطر؟ اللي هو التزمين وتنتج فروم ريليت يستحق فروم ريليت دي فروم بلاك ينشط بروتين سي. وقلنا كده يا جماعه كان حصل تصريح نقطه الفروم اللي بيعمله مش كده ولا وحولت الماده اللي بتجيلي كام؟ اللي هي ترامبل ترامبل في كام؟ لما تفكر الذكاء. يبقى دي اهم حاجه في جسمك عاملها ربنا اللي منعها الكلام ده. ان الموت قال له هي كام بوحش. كل حاجه. شرايين ضريره وكل حاجه. لازم تفضل داخليا بقى في العالم دي. انت هي صناعه المحظوظ. ثلاثه خدود الدم وفي معاه التحاليل وثلاثة جوا بيهم. الفيتا والبريك سبيس اللي بتاعته مع مين؟ كانسر، الكينيتي كانسر، كينيتي يعني خلوه انسكوب. ده معنى الكلمة، ليه؟ معمولة في مذكرة الريجيا. كريش فورس. الإبراهيم. معين أنبوبة مبطلة للسيرة الأمريكية. طب هو بجد دي مايكي مارون أو إبراهيم. من لوحات الاثنين حضرتك تحكي خط المعركة كام مرة في الصفحة؟ مش كويس. ثلاث مرات. يبقى يشتغل انجيمو صح، يشتغل انجيمو صح. خلق ربنا ناتشر اوكي خداه فوق صح. برغم ان هو بنفسه ما بيمنعش كلامه، هو عبد الله نوي بيشجع مين؟ لان فورم دي، لان فورم دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يبقى 10 12. طيب النيوتي ده بيستخدمه في الكويت ولا في الكويت؟ في الكويت صح؟ برافو عليكم، ده سؤال. الكويت وعرف كيليتي ايه؟ يعني كيليتي جايزه. ده هنتكلم. الكيليتي ما بيستخدموش اللي بيعمل يشتغل مع كده. طب الدايت ما هو اللي بيكمبيت مع فيتامين كي، وفيتامين كي اللي مرة أربعة مهم العمل. ثلاثة 13. 13. بدل 1970 correlation finding to find that correlation back at the end of it because it's not a little bit you can end up with the wrong human you are sure that you are very happy then that's the end of it you can read and you know why the energy is correlation back when you have to keep each other then you know And if you look at the nuclear contamination, it's the necessary for reformation. But why is this deficiency that won't lead to failure formation? Now, you're not speaking to us. We know that in our check, to make the biggest of the real for all Russia, and it's in the same for all of the other than the Russia, that is in our country, that is all the way to Russia. You know, it's a little, but it's a big part of the real for طالب مرة كان يسأل عن أخطاء الكنسر مش مهم التغلط ليه نوع الكنسر ده قال لي لا فيه أخطاء مشي لأن لو نقص عند الكنسر الكاتاليك يعني هتزيد أخطاء تتالي تصنوط مختلف قبل ما تعرف التغلط نميل حاجتين نميل التغلط فلو الأمراض متابعين تؤدي إلى كل أخطاء مشي يمكن سكان بس ده أرفع للكنسر
أكثر أنت وضع عندنا هوني
الانترفيرون بروتين بتنتجه الخلايا الوجيهة من خلال الفيروس.
الجميع المدير
الانشن كانوا بيعملوا فانكشنال ديجيشن. والانجلين السليم اللي هو الميجو كونتاكتبل كلاس 2 العيال. طب ليه مش كونتاكتبل اللي هو اللي اعضاء الداش اللي بتاكل الغلاكين؟ نوعين. الواحد ده اللي موجود في كل الغلاكين انه في ولا ولا في حاجات مستثناه؟ عشان كده سموها ميجو. مش كونتاكتبل الدول اللي انت طلعها اللي هي الداش ده تبع الداش. وبعدين تيجي بقى الهيلفر الزعمات كل واحد الدبل بتاعه ينفع بواحده بس نلعب يعني الكامبريلا عشان تلعب بقى الدبل كام بمين يعني بس عكيت ما الدبل كام حته تقولوا لي انفو مين كده لا البتاع لحد ما واحد يبقى كده مين بيساعد الاكشن ده؟ بالظبط طب ومساعدنا احنا في البعد ايه؟ لكن دي فرانشيل دي هيلفة ولا فالسوق لو كان فيها أربعة دي دي دور تبقى هيلفة فيها تمانية يبقى ده الوحص لو هو اللي يجيب كرافة مشترك يجي فيه فده ما يتعدش هو بيساعدنا احنا في الأطباء اللي هنلعب دي لكن في ساعد خير في عطير شوية في الساعدنا ساعد الرياكشن اللي هي الدكتور والأنجي مين بقى الديفرنشيشن؟ ايه؟ مين ده؟ المين ده؟ ما تعرفش يعني ده صعب. دكتور معاك، تقول لي ده حرب. الاكزامبل اللي احنا بنعمله من جيل السن لان هو مش جيل السن. لو استفدت او لا، المانيا بيقول ما بقاش هي رقص السن. هل في كلية ما بقاش؟ اه، بالفعل. عشان كده سموها نيشان مش عارف كم خط كان الشيطان كان كيف يخلي الاعصاب دي تتعرف على الطرف ده مش انه يعني 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 مش لان عليها يعني اقول لك حاجه في المعالج لما تيجي تدور على النيجر كونتاكت الكوبي عارف تدور عليه في اي خلايا؟ في النيوكوسايت اللي اخذت البيضاء عشان كده يسموه التجاني مش مهم عندهم اسمه هيومن كونتيكي انجي خلاص يعني النيجر كونتاكت الكوبي ايه اللي احنا نشوف ازاي؟ بنحط رقم كامل كده على النيجر وندور عليه على النيجر كونتاكت الكوبي وتوزعنا اللي يسموها ايه هيومن كونتيكي يعني هيومن كونتيكي انتقال من تتبين الى نوعين من الخلايا
ميموري سيل عندي ميموري سيل في النوعين في ميموري نيورولوجي اللي بتخلي التعرض للريسك في كل مره ثانيه انتاج الانتي بودي يبقى اسرع واعوض فدي ميموري مين اللي يمسك الانتي بودي دي في البي الناس الثانيه في شابتر بلاكر دي في نتورك الانتي بودي من سيل نيورولوجي ما عندهاش ما عندهاش رعب انه يفتح الفكره المكان الوحيد اللي يمسك بروتين وعلى اكل وجبه بروتين طبعا لو جلال العظيمه اللي هو العظيمه اللي يحصل في الفكره الدين ما عندهاش رعب انه يفتح الفكره وتبقى فيها مثلا كنت تتكلم واحد فاكر كنت ايه مين ايه ايه الكريتيريا والبارتيشن انسبكشن والدي روتين كريتيريا بتاعت الاسي والدي في الحب الجديد بتاع الجديد المعرض على الاسي طب دي الناحيه الثانيه في ميموري برضه وفي سبريسر كنا نعرف الدي روتين فدي دي كانت المهمه اعترض ان اقصد كل المعادير ما تعرفش السبريسر الراسل فين المهمين يعني اللي هو في السبريسر مين يحسب سبريسر لكن هذا الاثنين اللي هو تي هيد فورد والتي سي اللي هو تي هيد فورد الاسئله محفوظه والتي سي فورد اي واحد فيه تي ميوت تي فورد فالهيد فورد بتتعامل مع الانتي جيرتي تاني يبقى بتتعامل مع انهي ليه مش كمبيوتر برضه اذا ما تي فورد بتتعامل مع واحد Thank you.
على تحت الانترجن على الارض في البيت.
الحمد لله.